أقرت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام برئاسة الشيخ حسن الجابري توقيف حركة القواطر بالنقاط الشعبية بدءا من ظهر اليوم، وأكدت اللجنة أن القواطر المتفق عليها سيتم توقيفها انطلاقا من اليوم بعد الخروقات التي قامت بها سلطات وادي حضرموت ونكثها للاتفاقات السابقة الموقعة مع محافظ حضرموت، محذرة إياها بعدم التعامل مع متسلقي الهبة الحضرمية الساعين لضياع حقوق حضرموت والمحاولين لحرف مسار الهبة.